خلونا نروح ل انا مش هوصفهولك بالانجاز، هروح لتحقيق حلم من احلامنا في اطار الحلم الكبير، مبادره حياه كريمه. عندنا تقرير بنشوف فيه ازاي مبادره حياه كريمه قاعده بتشتغل ومستمره بقوه لتطوير الريف المصري في كل محافظات مصر. الستين مليون بني آدم اللي بتستهدفهم حياة كريمة، اللي من هذا أو لأجل هذا السبب وصفت في العالم بأنها أكبر مشروع اجتماعي يشهده العالم. قرية نهطاي في مركز زفتي في محافظة الغربية، أو مركز زفتة سميها زي ما تسميها، في ناس تنطقها كده في ناس تنطقها كده، بتعد نموذج لهذا التطوير أو لهذا الحلم. تعالوا نشوف فرحة أهالينا هناك في نهطاي في الغربية، ونشوف إيه اللي بيحصل في حياة كريمة عيانا بيانا قدام عينين سيادتك. حقك في المعرفة مكفول في هذا البرنامج وفي هذا الإعلام المصري. شوف التقرير. المشروعات اللي موجودة عندنا دلوقتي بالنسبة للوحدات الصحية بيتم تطويرها، بتترفع كفائتها. عندنا 17 مشروع ما بين مركز طب أسرة ووحدة طب أسرة عشان نعمل منظومة تأمين صحي متكامل. عندنا جميع مراكز الشباب بيتم تطويرها، اللي موجود بنطوره وعلى حالته الصحية، المباني حالتها الكويسة بنطورها. ما بين إنشاء جديد عندنا حوالي 26 مشروع، بنعمل ملاعب، بنعمل غرف خلع ملابس، بنعمل مباني إدارية، وده ظاهر وواضح والناس كلها شايفاه. خضع الطلبة السايح لبرنامج حياة كريمة، فتم فيها تطوير جميع المجالات، إنشاء ملعب فوق الممتاز ما كناش نحلم بيه، معامل، مجالات، تم صيانة المدرسة من جميع النواحي. الطالب النهاردة عندي بيتميز بحياة تعليمية جيدة وفوق الممتاز. التطوير أساس جديد لكل الطلاب، مكاتب ودواليب لكل المدرسين والعاملين بالمدرسة، دهانات الفصول، صيانة شاملة كهرباء، أعمال صحية من كل النواحي. الصيانة وحياة كريمة شملت كل جوانب المدرسة. احنا هنا بننفذ وحدة الإطفاء. المشروع هنا عبارة عن على مساحة 420 متر، يسعى للعربيات وحدة إطفاء وفي عربيات هيدروليكية. احنا هنا بنسعى في المشروع ان احنا نحاول ننجزه في اكبر وقت مستطاع، ان احنا ننفذه للمبادرة الرئيسية طبعا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مبنى تنمية الأسرة اللي في نهطاي احنا وخلصنا الخرسانات، شغالين دلوقتي في مرحلة التشطيبات، وصلنا بنسبة 80% لمرحلة المباني ولسه بنكمل فيها. بالنسبة لمركز الشباب احنا لسه بادئين فيه، خلصنا القواعد العادية وشغالين دلوقتي في القواعد المسلحة، ومضغوطين عشان نقدر نخلص في أقرب وقت المنشئين. مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية موجودة في مركز زفتة، 9 وحدات محلية كروية، 54 قرية و88 تابع، 1000 مشروع زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي، بيكلفوا حوالي 4.5 مليار. ده بيشمل 24 مجال، كل ما هو بنية تحتية، وتشمل مية وكهرباء وصرف صحي واتصالات وغاز، إلى جانب طبعا تطوير المدارس سواء كان توسيع أو إنشاء جديد أو إحلال جزئي أو كلي، تبطين للترع، إنشاء مراكز للشباب، وحدات صحية على النسق بتاع التأمين الصحي، أيضا مراكز تنمية الأسرة. النهاردة احنا بنتكلم إن هو تم توصيل الغاز لجميع قرية نهطاي بالكامل، وده شيء الناس كانت بتعاني منه جدا جدا جدا. النهارده بخصوص المدارس، النهارده كان في قبل حياه كريمه ما كانت بتنزل نهطاي كان في فترتين اتنين مدارس، في فتره صباحيه وفي فتره مسائيه، كانت في طلبه بتروح الصبح وفي طلبه بتروح الساعه 2. النهارده حياه كريمه لما نزلت نهطاي لغت الكلام ده كله. النهارده نهطاي ما فيش فيها حاجه غير كلها فتره واحده اللي هي فتره الصبح. طبعا حدث ولا حرج بخصوص كل المدارس تم تطويرها اللي داخل قرية نهطاي. التطوير ما كناش نتوقع به خالص مدى الحياة بصراحة. يعني احنا بنشكر القيادة السياسية
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الجبار ونظرته لإحدى القرى، وده قرية نهطاي من ضمن. بصراحة حياة يعني كريمة عملت هنا شغل يعني ما كناش نتوقعه ولا 100 سنة. احنا بقينا ولا دول أوروبا، كل حاجة اتغيرت من أول البنية التحتية طبعا، من أول المجاري والصرف والمية، شبكات نت اتغيرت هنا في المنطقة كلها، الشارع كلها بتترصف، طرق بتترصف. البنية التحتية من محطات الصرف ومية وغاز ونت، وبالنسبة للمدارس برضك تطوير المدارس، تسفيل الشوارع، كل حاجة